أهلا بحضراتكم مرة تانية. المحنة الجديدة التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة المجتمع المصري، الحقيقة إنها بتغلغل ثقافة جديدة في أذهانهم، وهي يعني كيفية معايشتهم للواقع الجديد ومواجهة المجتمع، لأنه قبل كده كانت المواجهة مع الحكومات، كانت المواجهة فيها تعاطف كبير، بيحاولوا ان هم يكتسبوا من خلال هذا المجتمع ومن خلال مظلوميات كثيرة كانوا يتحدثون عن مرورهم بها أثناء تصديهم للحكومات السابقة العديدة. ده كان فحوى ما كتبه اليوم تحت عنوان ضمير ضيفنا وضيفكم الدكتور عمار علي حسن، الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي. دي كانت مقالة حضرتك في جريدة الوطن. الحقيقة أنا استعنت ببعض الجمل اللي مكتوبة فيها وعايزة أبدأ منها. فعلا يعني هذه المحنة بتبرهن أنه جماعة الإخوان المسلمين لا يزالون يقعون تحت أسر المحن السابقة مع الحكومات الفاتت، ويعني تواطؤهم مع البعض أحيانا ومحاربتهم للبعض في أحيانا تانية برضو. نعم، أنا أتذكر جيدا ما قلته وكتبته عقب فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة. هذه محنة أشد في ثوب منحة. هم اعتبروها منحة وقالوا أنها تمكين، ولم يدروا وقتها أنها محنة أشد. لماذا أشد؟ لأن المحن السابقة التي بدأت من الاصطدام بالسلطة في 46 و48 و49 54 65 81 وحتى الاصطدامات الخفيفة المدروسة والحذرة مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، كلها كانت اصطدامات بالسلطة. هذه المرة الاصطدام بالمجتمع، وهذا هو الذي يجعل تلك المحنة أشد وأنكى من كل المحن السابقة. لأن حين تصطدم بالسلطة ويكون المجتمع متعاطفا معك فأنت بالقطع قوي. حين يهجرك المجتمع وتخسر المجتمع وتكون السلطة هي التي معك تكون ضعيفا. بدليل مثلا السلطة معايا. طب اتفضل قولي. أضرب مثلا يعني الذين كانوا في ركاب حسني مبارك من الكتاب والمفكرين والسياسيين وأعضاء أمانة السياسات، حين قام المجتمع أو قام الشعب ضد السلطة وأسقط النظام أصبحوا غاية في الضعف. والذين كانوا يحاربون النظام ويحاربون السلطة ويطردون من قبل السلطة لكن المجتمع يحتضنهم كانوا في غاية القوة. طيلة الوقت دائما الرهان على الناس هو الرابح. الرهان على الشعب هو الأبقى. الرهان على القيم التي يحملها الضمير الوطني هو الذي يستمر. جماعة الإخوان حين خسرت المجتمع وربحت السلطة، يعني في أوقات عديدة كانت بتبقى مع السلطة وليست بيدها السلطة، زي مثلا مراحل التحالف مع الملك فاروق ضد الوفد في فترة من الفترات، أو التحالف مع السادات ضد الحركة الوطنية وضد اليسار المصري وضد قطاعات عريضة من الناس. وكان المجتمع يعني ضد هذا التحالف. جرحت جماعة الإخوان كثيرا. لما أصبحت السلطة بيدها، يعني مش مجرد أن السلطة متعاطفة معها أو تستخدمها أو تقع في تحالف معها، لا، السلطة كاملة في يدها. بدأت تخسر المجتمع خسرانا كاملا. وبالتالي هذه المحنة أشد. ليه؟ في المستقبل سيكون من الصعوبة عليه أن يجند أنصارا جدد، لأن فكرة التعاطف معه مين بقى في أصبحت المشهد مفتقدة. اللي احنا فيه ده هم الأنصار الجدد، جيل كامل من الأطفال الصغار حتى الشيوخ الكبار رأى جماعة الإخوان في المشهد التي هي عليه أو الذي هي عليه، ومن ثم ليس بوسعها أن يعني تستقطب عناصر جديدة لتضخها في شرايين الجماعة. التحالفات التي كانت حولها وتعول عليها باعتبارها الأكثر خبرة في الممارسة السياسية من بين الحركات الإسلامية لم تعد مؤمنة بهذه المسألة.
يعني كان السلفيون يقولون لدينا خلافات اعتقادية وفقهية مع الإخوان، لكنهم الأكثر خبرة وحنكة في ممارسة السياسة. هكذا كانت تقول الجماعة الإسلامية من السبعينات، إن الإخوان لديهم خبرة في العمل السياسي منذ عقود، ومن ثم يجب أن نستفيد منهم. الآن كلهم يقولون ثبت لدينا كما ثبت لدى جموع المصريين أنها لا خبرة ولا عمق ولا شيء من هذا القبيل، وإن الجماعة لم تتعلم من دروس الماضي. قبل ثورة يناير كان الإخواني إما مناضل أو شهيد أو مظلوم مضطهد، وهذه صور إيجابية بالقطع ستكسبك التعاطف، هيستفيد منها استفاد منها. لكن الآن ما هي الصورة الذهنية للإخواني في المخيلة العامة؟ أنا كتبت مقالا يمكن قبل سقوط مرسي بأربعة أشهر، لكنهم لا يقرؤون ولا يعرفون لأنهم يحتقرون العلوم الإنسانية، كان عنوانه الاغتيال البطيء لجماعة الإخوان. كنت أقول فيه إن ابتداء المصريين إطلاق النكات على جماعة الإخوان هي بداية النهاية. أيوة حضرتك قلت لأن الشخص الذي وضعتيه في موقع أول ما يبدأ الشعب المصري في السخرية يطلق النكات، يبقى هو بيعبر عن شيء بداخله، يعني لن يسكت إلا إذا قام به وأتمه. وخلي بالك المرة دي السخرية مختلفة، لأنها من جماعة أو من أشخاص وضعوا أنفسهم أمام الناس وفي أعين الناس في منزلة رفيعة، إنهم يحملون دعوة ويتحدثون عن الدين والأخلاق وهكذا. فلما تبدأ النكات تطلق عليهم وهي نكات لازعة لم أستطع أن أكتبها لأنها جارحة لكنها كاشفة وفاضحة، بان قوي قد إيه هذا الشعب بدأ يعري هذا الكيان أو هذه الجماعة. وأنا لي دراسة عن النكت والسخرية باعتبارها نوع من المقاومة بالحيلة، يبدأ المصري بإطلاق النكات كنوع من المقاومة بالحيلة. نقرأ الخبر العاجل ونستكمل كلامنا دكتور عمار. الخارجية تدين اقتحام شرطة حماس للمركز الثقافي المصري في غزة واعتقال عدد من المصريين. آخر الأخبار العاجلة اللي وردت لنا. طب اخد تعقيب حضرتك على الخبر العاجل وبعدين نكمل القراءه في خبر محنة الاخوان الحالية. يرد به على اسماعيل هني الذي خرج قبل ايام وتحدث على ان علاقتنا بمصر جيده ونريد لمصر ان تعود الى ريادتها وسيادتها، وهو يمارس الكذب كعاده من ينتمي اليهم للاسف الشديد. ومصر ارادت ان تكون في غزه لتساعد غزه ووقفت الى جانب القضيه الفلسطينيه، وأنا أتذكر ما كتبته سنة وقت أن فازت حماس بالانتخابات، طلبتهم ألا يتسلموا السلطة وقلت أن حركة المقاومة ما دامت الأرض لم تحرر، إذا تسلمت السلطة أضاعت المقاومة وأضاعت النضال، وهذا ما جنته حماس على القضية الفلسطينية. إن أكبر دولة عربية ناصرت القضية الفلسطينية الآن للأسف عند عوام الناس ينظرون إلى القضية الفلسطينية من بوابة حماس وما تفعله حماس، وهذا خسران شديد للقضية. يعني إيه علاقة ده مركز ثقافي حتى في ناس يساعدون الفلسطينيين في قطاع غزة، إذا كان هناك أسباب لذلك عليهم أن يقولوها بشكل واضح. الخارجية بتستنكر وبشدة هذا العمل غير المسؤول وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة الأجهزة التي تم مصادرتها، في أجهزة كمان بجانب الأشخاص، معدات وأشخاص، أشخاص تم اعتقالهم وأجهزة تم مصادرتها. يعني إيه مش عارف، أنا يعني ما أعرفش يعني واضح إن في هذا واضح إن في خلفيات أخرى، واضح إن في خلفيات أخرى، بس يعني من أسبابه. من حق مصر الآن بعد أن أصبحت حركة حماس يعني تشكل تهديدا بنسبة ما لسيناء على وجه التحديد نتيجة العمليات المتكررة، إن هي تجمع المعلومات وتستطلع الآراء وتحاول بقدر المستطاع أن تقف على طبيعة الأمر، ده نوع من الخطوات الاستباقية. بس هذا العمل يعني إيه أسباب تفاصيله اللي بنقراها دي؟ إيه أسباب إنه يبقى فيه معدات في الداخل بتتم مصادرتها؟ أسباب إن يبقى فيه موظفين بيتم اعتقالهم؟ لا، في اجزاء اخرى في الخبر ناقصه يعني، لكن
حضرتك شايف انه الصوره مش كامله طبعا للخبر؟ مش كامله لان هذه الخطوه لم يسبقها مثلا تصريح ما يتهم المركز الثقافي المصري مثلا بانه بيقوم باعمال لا علاقه لها بالثقافه مثلا، كان تقول حركه حماس هكذا، لكن هي لم تقل ذلك. فحينها نتبين ما اذا كان هذا اعتداء على هذا المركز لمجرد انه مصري ام لاسباب اخرى. فنعرف بقى، زائد ان مصر طبعا يعني في عندها امكانيه للتعامل مع مثل هذا الاجراء، وعندها وسائلها الاخرى التي تستطيع ان تعوض بها ما جرى. بمعنى ان في النهايه حركه حماس الان مهتزه اهتزاز شديد، هي معلقه في غزه، الثقه فيها تتراجع، مصداقيتها تنزف، تحولت من حركة مقاومة إلى حركة سلطة. حضرتك بتتكلم بالنسبة للفلسطينيين والعرب أيضا؟ بالنسبة للفلسطينيين موجودين داخل قطاع غزة. يعني كثير من استطلاعات الرأي والتقارير الصحفية التي نقرأها وما نعرفه من إخوة فلسطينيين نقابلهم في أماكن عديدة من العالم العربي وخارج العالم العربي. ليه ما كانتش متراجعة يا دكتور عمار الفترة اللي فاتت؟ كانت متراجعة. يعني أنا شفت رحت غزة، يعني هي يعني ممكن تكون طبعا متواجدة بشكل كبير في شوارع غزة، ولكن لا الشعبية يعني ما في فرق بين التواجد بالظبط، لكن الشعبية بقول لحضرتك الشعبية ليست بحجم التواجد. الشرعية جوهرها الرضا. فإذا غاب الرضا سقطت الشرعية وأصبحت شرعية شكلية. على أي شرعية تستند حماس؟ في البداية استندت على أنها شرعية المقاومة والنزاهة مقابل فتح، شرعية الاستسلام والفساد، هكذا سوقوا. لما وصلوا للانتخابات أصبحت لديهم شرعية بمقتضى الانتخابات، أنهم فازوا في الانتخابات. حين تولوا السلطة فسدوا مثلما فسدت فتح، وتخلوا عن المقاومة أيضا، ويحكمون قطاع غزة الآن بالتجبر والغطرسة. وحين وصل الإخوان إلى السلطة في مصر زادت غطرستهم، فزادت الهوة بينهم وبين جموع أهلنا في غزة. طيب معنا للتعليق على الخبر وقراءة تفاصيله أكتر، واضح أن الصورة مش كاملة للخبر، السفير بدر عبد العاطي متحدث باسم الخارجية المصرية. سعادة السفير، يعني هو إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني لماذا هذا الهجوم على هذا المركز المصري في غزة؟ المعلومات اللي وردت إلينا من سفارتنا في رام الله لدى السلطة الفلسطينية، تحدثنا مع السفير ياسر عثمان سفيرنا في رام الله، يبدو أن الرئيس الجالية المصرية والمركز الثقافي المصري في قطاع غزة سبق أنه هو أصدر بيان بيؤيد تماما ثورة 30 يونيو، ويعلن مؤازرة الجالية المصرية في قطاع غزة والمركز الثقافي المصري لإرادة الشعب المصري ووقوفه إلى جانب الجيش المصري الباسل في استجابته لإرادة وتطلعات الشعب المصري. يبدو أن بعد هذا البيان حدث هذا العمل المستنكر غير المقبول غير المسؤول، العمل المشين بقيام عناصر من الشرطة تابعة لحماس بمداهمة المركز الثقافي المصري في قطاع غزة منذ حوالي ساعتين، واعتقلوا الأخ عادل عبد الرحمن رئيس الجالية هناك، وصادروا عدد من أجهزة الحاسب الآلي. وطبعا زي ما حضرتك ذكرتي أن كان في بيان لسه صادر الآن فور وقوع هذا الحادث من الخارجية عن الإدانة الشديدة والاستنكار لهذا العمل المشين غير المسؤول، وبنطالب بالإفراج الفوري عن الأخ عادل عبد الرحمن وأي معتقل آخر من المصريين من أصل فلسطيني أو الفلسطينيين من أصل مصري. وبنؤكد مرة أخرى أن احنا إذا كنا مصر طبعا حريصة على القضية الفلسطينية على الشعب الفلسطيني، ودي مسؤولية تاريخية وقومية لمصر، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق التساهل مع محاولات المساس بالمصالح المصرية أو هذه الممارسات المستهجنة وغير المقبولة اللي بيقوم فيها بها فصيل معين لا يعبر عن سواد الشعب الفلسطيني الشقيق، وإن احنا لن نتسامح مع مثل هذه الممارسات. طيب ايه الاسباب اللي ابدوها؟ يعني هل في عمل مثلا المركز دون سند قانوني؟ يعني ايه هي مبرراتهم؟ ليس هناك حتى الان يعني اي توضيح. التواصل يتم من خلال السفير في رام الله، ما سمعناه من مصادر غير رسميه انه ليس هناك اعتقال، وانما هناك مجرد
تحقيق يجري، وان هم يعني سيعرضوا نتائجه في اسرع وقت ممكن. هذا كلام يعني غير مقبول وغير مسؤول، واحنا بنتواصل من خلال سفيرنا في رام الله، ويعني نامل في سرعه الافراج واعاده الاجهزه المصادره والتوقف من مع مثل هذه التصرفات المشينه وغير المسؤوله. طيب يعني هل ده رد يا فندم؟ يعني رد على القبض على اي من قيادات جماعه الاخوان المسلمين؟ مره اخرى انا يعني حضرتك اسالي الجانب طيب. الحمساوي، انا ما عنديش اي رد فعل من طيب حضرتك قلت مش هيكون في اي تساهل. ما اعرفش انا، لا حضرتك قلت مش هيكون في تساهل من قبل يعني وزاره الخارجيه اللي اصدرت بيان باستنكار هذا العمل. طبعا. طيب ايه اللي ممكن يتم يا فندم في الساعات القليله القادمه؟ مثل هذه التصرفات لا يمكن التهاون او التسامح معها، واحنا منتظرين سرعه الافراج عن الاخ عادل عبد الرحمن. عادل عبد الرحمن رئيس الجاليه المصريه. نعم نعم. تم اعتقاله كمان. هذا هو المعلومات التي لدينا. احنا بنتواصل مع حماس من خلال سفيرنا في رام الله، وفي انتظار ردود رسميه حول ما تم نشره من اعتقال رئيس الجاليه المصريه ومداهمه المركز الثقافي المصري في غزه. ليس لدينا اي رد رسمي من جانب حركه حماس حتى الان، احنا بنتواصل من خلال السفير المصري، وفور ورود ردود محدده سيتم اعلانها على الفور. هل ممكن يكون في اي عمل مخابراتي؟ احنا بنستفهم بس من حضرتك، هو يعني متاح يعني الحديث عن اي شيء في هذه الفتره؟ عمل مخابراتي من مين؟ يعني هل من الممكن انه يكون في اي شيء يعني بشان هذا الاعتقال ومصادره هذه الاجهزه كرد على يعني اي حدث في مصر في هذه الفتره تحديدا؟ أؤكد لحضرتك ليس لدينا أي رد فعل من الطرف الآخر، كل ما لدينا أننا سمعنا هذا الخبر طيب. في وسائل الإعلام. طيب شكرا لحضرتك سعادة السفير. مع السفير في رام الله وأكد وقوع المداهمة، ولذلك احنا بنتواصل ونقلنا رسالة واضحة بسرعة الإفراج عن رئيس الجالية وإعادة الأجهزة في أسرع وقت ممكن. شكرا لك سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية. تعقيب حضرتك كان بشأن الخبر العاجل اللي ورد لنا، وهو اعتقال بعض من المصريين العاملين في المركز الثقافي المصري في غزة، وكذلك اعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في غزة على حد كلام السفير بدر عبد العاطي، وذكر وأكد أن دي كلها مجرد معلومات وأنه بيتحدث في إطار المعلومات التي وردت لهم، والتواصل يتم عن طريق سفيرنا في رام الله. التواصل بشأن هذا الحدث بيتم عن طريق سفيرنا في رام الله، أكيد هيكون في يعني مع حضرتك في الساعات القادمة لمعرفة ما إذا تم الإفراج عن المعتقلين، أو أيضا الإفراج عن المعدات اللي تم مصادرتها. هرجع لحضرتك دكتور عمار، إيه تعقيب حضرتك؟ يعني وارد يكون هذه الخطوة لها علاقة بالقضايا التي تنظر الآن في المحاكم وفيها اتهامات لحركة حماس بأنها ضالعة في كثير من الأحداث التي جرت في مصر على مدار السنتين الفائتتين، أو الحديث عن علاقة بينها وبين ما يحدث في سيناء بشكل أو بآخر. يعني هذه لعبة معروفة في المقايضة وفي الضغط على الخصم وهكذا. قد يكون هذا الاعتقال في ركاب تصفية الحسابات يعني حضرتك شايف أنها ممكن فعلا تبقى وارد تصفية الحسابات. هذا وارد ورد. نعم هذا وارد، لكن الدولة المصرية عليها ان هي تتعامل مع هذا الموضوع بشكل غاية في الجدية، لاني بمعنى يعني هو دلوقتي ساعات السفير قال احنا استنكرنا حركة حماس تمارس ابتزاز عاطفي شديد جدا لمصر. هي تعلم ان فلسطين غالية على كل المصريين، وان مصر بذلت من اجل فلسطين الغالي والنفيس وضحت بدماء أولادها في حروب متتابعة.
ونحن نعرف أن فلسطين بوابتنا وأن استقلالها وأن هناء شعبها وأن عزتها وكرامتها من كرامتنا، وإني كلنا جميعا كعرب ساهمنا في التفريط في فلسطين، وساهمت أكثر طبعا الدولة المستبدة التي كانت تسمى الخلافة العثمانية التي هي الإمبراطورية الاستعمارية الثانية في تاريخ الإنسانية بعد المغول أو قبل المغول أو بعد المغول، التي لم يكن لديها مشروع حضاري على الإطلاق، وأخذت من مصر ولم تعطيها شيئا، ساهمت في التفريط أيضا في فلسطين أيام أن كانت رجل أوروبا المريض في آخر أيامها. وكلنا تحت هذه النزعة، أجيال كثيرة تربت على حب فلسطين وهكذا. حماس تفهم هذا وتعرف أن مصر يدها مغلولة حيال حماس، ليس عن ضعف وليس من هي حماس أساسا، لكن حتى لا يقال أن مصر يعني تهاجم الفلسطيني، أن مصر تؤثر سلبا في وضع القضية الفلسطينية، أن مصر قد باعت القضية الفلسطينية. يعني حتى نظام مبارك في فترات عديدة جدا وجود مصر في مسألة التفاوض، وسواء بين في القضية الفلسطينية كشريك في عملية السلام أو المصالحة بين فتح وحماس على مدار سنوات عديدة جدا، ومن ثم حماس تعرف هذا فهي تضغط علينا، وقد يكون هذا التصرف الأخير له علاقة بما يحدث ضد جماعة الإخوان، لأني طبعا حماس معروف يعني أنها تنتمي لذات الفكرة، وأنت لو دخلتي بيت إسماعيل هنية ستجدي صورة أحمد ياسين إلى جانب صورة حسن البنا، يعني كلاهما يحتل مكانا على جدار بيته، وهي جزء أصيل وأساسي من حركة الإخوان اللي هي ممتدة في دول كثيرة جدا عربية وإسلامية وحتى في خارج العالم الإسلامي، ومن هنا قد يكون هذا له علاقة بذلك، ومن يدرينا لعل حماس تخرج علينا بعد قليل وتقول المقايضة أفرجوا عن فلان وفلان من السجن مقابل الإفراج عن عادل عبد الرحمن وأعضاء الجالية المصري. يعني إذا كان البعض يتحدث هذا اللي كنت أقصده، إنه هل ممكن فعلا يكون يعني ده يعني عمل مرتب؟ هذا وارد، هذا وارد. يعني محمود عزت يقال أنه في غزة نائب المرشد والرجل القوي في جماعة الإخوان اللي له علاقة بالتحريك الأمور على الأرض، محمود عزت موجود في غزة، وجماعة الإخوان ترد في أي مكان. نحن الآن المصالح المصرية في أي مكان في العالم قد تكون معرضة للخطر. هم فشلوا في مصر في الحشد، الشعب انفض عنهم، يتحولون تدريجيا وللأسف الشديد، وأنا بقول للأسف وحط تحتها ألف خط عن هذه الجماعة التي خدعت الناس كثيرا على أنها قد طلقت العنف إلى غير راجعة من 65 وحتى ثورة يناير. بعد ثورة يناير إني وجدنا مهاجمة للقنصلية المصرية في ليبيا قبل أيام، الآن في غزة. ما جرى في غزة يأتي متزامنا مع حديث أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة المتحالف الآن مع جماعة الإخوان عن مطالبة باستهداف الجيش المصري، فهي أمور متشابكة لها علاقة ببعضها البعض. فلا لا لا أبعد هذا عن ذاك. هو خبر إن ما جرى ضد خبر صحيح، تنظيم القاعدة نعم يدعو إلى استهداف الجيش المصري. طب صحيح، يعني ده خبر أنا علقت عليه قبل دخول إلى الاستوديو ونشرته وكالة أنباء رويتر، وهو طبيعي ومتوقع. وأنا كتبت مقالة طويلة ونشرت بالإنجليزية في الويكلي عن علاقة الإخوان بتنظيم القاعدة منذ مدة طويلة، مش تنظيم القاعدة، لأن تنظيم القاعدة في النهاية هو مظلة لتنظيمات جهادية منها الجهاد المصري كان جزءا أصيلا من تشكيل تنظيم القاعدة، ومن ثم تأتي علاقة الإخوان به من هذه الزاوية. طب الخارجية لازالت ترد على الحدث في غزة بالتصريحات، الخارجية ترفض محاولات المساس بالمصالح المصرية التي يقوم بها فصيل لا يعبر هذا الفصيل عن كل الشعب الفلسطيني. يعني زي ما سألت السفير بدر عبد العاطي أسأل حضرتك، يعني البيانات والتصريحات كافية للرد على هذا الحدث؟ لا 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 لن تكون كافية بأي حال من الأحوال، ومصر طبعا لديها أوراق عديدة، بس هو
هو في النهاية الكبير حين يدخل في معركة مع الصغير قد يخسر في النهاية، بمعنى أني كل يحاسب على قدر مكانته. يعني مصر ليس بوسعها كدولة عمرها 7000 سنة ودولة كبيرة أن في النهاية تدخل في نزاع مع مجموعة مختطفة قطعة من الأرض وهي جزء من فلسطين الحبيبة، وتسيطر عليه بالقوة وبإرهاب شعب هذا القطاع اللي يتعدى سكانه يعني يقتربوا من 4 ملايين نسمة. إن مصر تدخل في نزاع مع هؤلاء، وهي زي ما كلام الخارجية يؤكد ما كنت أقوله لك من إن فصيل لا يعبر عن جموع الشعب الفلسطيني. مصر كل تحركاتها حيال أي طرف فلسطيني حتى لو كان بيؤثر سلبا عن المصالح المصرية، لا تريد أن تصدر عن نفسها صورة مغلوطة بأنها أصبحت ضد أي فلسطيني أيا كان وضعه وأيا كانت مكانته وأيا كان حجم الخلاف معه. طيب، الخبر اللي حضرتك ذكرته الخاص بدعوة تنظيم القاعدة لاستهداف الجيش المصري، في رسالة هقرأه لحضرتك وللمشاهدين. في رسالة تحريضية دعت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام أحد أذرع تنظيم القاعدة في بيان أذيع على شبكة الإنترنت المصريين لحمل السلاح ضد الجيش، وقالت إن القمع الدموي للمحتجين الإسلاميين يبين عدم جدوى الوسائل السلمية. وقال أبو محمد العدناني المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام في رسالة مسجلة باللغة العربية إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة، وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش وخروجها من الدين. الحقيقة أنه بقية الرسالة يعني لا عادي، بقيت الرسالة حافظينها احنا حافظينها من نيام ابن تيمية، واحنا حافظينها يعني دي افكار تتناسل كالسرطان، يعني كلما ضعف عاد وانتشر من جديد. كل هذه الافكار حافظينها عن ظهر قلب، هي موجودة بذاتها كاملة في ادبيات الجماعة الاسلامية في مصر في السبعينات، أدبيات تنظيم الجهاد، أدبيات القاعدة، اللي بينظر إلى الجيش باعتباره مساند للسلطة السياسية، ومن ثم يطلق عليه جيش الطواغيت ويكفر أعضاؤه. وللأسف الشديد إن جماعة الإخوان نفسها وقعت في هذا المنزلق من خلال بياناتها على منصة ربعة وفي ركاب ربعة وحول ربعة أيضا، من حيث استهداف الجيش وإطلاق الشائعات وطلب واضح من الجنود بأن يتمردوا على قادتهم، بل وصل الأمر إلى إرسال رسائل على محمول بعض الضباط وبعض الجنود داخل الكتائب يقولون لهم أن هذا جيش كافر ومن ثم كذا. وأنا أتذكر حين كنت ضابطا احتياطيا أن جاني جندي من بورسعيد كان ينتمي لتنظيم الجهاد، وكان مطلوب يعني انه يخلص اوراق الـ يعني تسريحه من الخدمه العسكريه على هذه الخلفيه. كان يتحدث معي بشكل واضح ان هذا جيش كافر لانه يساند نظام كافر وفي دوله كفريه. هذه امور نعرفها جيدا وهي موجوده في ادبياته. لكن هذا البيان اولا هو يقول يطلب من جموع المصريين حمل السلاح ضد الجيش. بالقطع هو في عملية تمويه في هذا الكلام، لأن جموع المصريين لن تحمل بالقطع السلاح ضد جيشها، لأن الجيش المصري من أرض مصر، من صميم الشعب المصري. ملايين المصريين دخلوا وأدوا خدمتهم العسكرية، وضباط المصريين خارجين من طبقات المجتمع وليسوا طبقة منفصلة. ومن ثم هذا الكلام هو يوجهه بالعموم إلى الشعب للتمويه، لكنه بالخصوص يقصد به من يحملون ذات الأفكار من السلفية الجهادية والجماعات التكفيرية والجماعات المتحالفة مع تنظيم الإخوان في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ بلدنا العريق والعظيم لاستهداف الجيش. طيب، هو في جزء من البيان بيقول اللي حضرتك يعني قريب من اللي حضرتك بتقوله، أنه هاجم العدناني جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي لتحبيذهما اللا عنف، وما أطلق عليه توجه علماني.
لا هو طبعا هو في السلفيه الدعويه حزب النور والسلفيه المدخليه او الجاميه اللي ترفض الوقوف ضد السلطه بالقطع. في خلاف تاريخي بين هو بقى يتحدث مع الجانب الاخر نعم هو ال 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 هو وده يبين لك بقى ما كنا نقوله ضد دائما السلطة. يعني ده راجل في العراق عامل دولة افتراضية اسمها إمارة العراق الإسلامي، كانت موجودة على الأرض في فترة من الفترات واستغلت الفوضى التي كانت قائمة في العراق، لكن الشعب العراقي وقف ضدها ورجال القبائل حملوا السلاح وأفنوها، لكنها موجودة في العالم الافتراضي أو في أذهانهم. إلا أن تؤكد الفكرة الموجودة دائما عند الجماعات الإسلامية المتطرفة، وهي فكرة البحث عن وطن بديل، ودي اللي لازم ننظر إليها بعين الاعتبار في الحالة المصرية. إن لديهم فكرة الوطن البديل حتى لو كان كيلو متر مربع تقتطعه من الدولة وتعلن عليه إمارة، إمارة دلجة في درمواز بالمنيا، إمارة كرداسة، جمهورية إمبابة. في فترة من الفترات كانت جمهورية أسيوط أو القوصية أو ديروط. هم مولعون بهذه الأفكار، نقتطع جزء ويقول نقيم عليه أفكارنا وشريعتنا وهكذا خارج هذه الدولة الكفرية وخارج هذا المجتمع الجاهلي. الخبر اللي معنا العاجل أنه تم القبض على 11 جهادي من بينهم 5 فلسطينيين في شمال سيناء. طيب هذا وارد يكون له علاقة بده، يعني وارد يكون هؤلاء الفلسطينيون الذين قبض عليهم ضمن هذه الخلية أعضاء بارزين في حركة حماس أو من كتاب عز الدين القسام، ومن ثم حين أبلغت حماس بالخبر قامت باعتقال هؤلاء لتقايض عليهم. هذا وارد، الأمور ستتكشف في الأيام المقبلة، الاحتمالات كلها واردة، وفي النهاية هذه يعني هذا مشهد من فيلم طويل نعيشه الآن. لن نستغرب على الإطلاق عملية خطف، لن نستغرب استهداف المصالح المصرية حول العالم، لأن سبق أن ضربت السفارة المصرية في باكستان سنة 96، استهدفت القنصلية المصرية أيام ما كان المجموعة التي ذهبت إلى أفغانستان لاستنزاف الاتحاد السوفيتي ضد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وسميت ظاهرة الأفغان العرب، صدروا إلينا ما سمي وقتها بطلائع الفتح الذين جاءوا واستهدفوا مصالح عديدة جدا داخل مصر لإنهاك النظام وقتها، واستهدفوا أيضا مصالح خارج مصر. فإحنا حين نقرأ تاريخ هذه الجماعات، لأن هي جماعة نمطية تعيد إنتاج ذاتها متكررة، ورغم أنها تسحق في النهاية وما تفعله لا يؤدي إلى شيء، ولا يراكم فعلا، ولا يقيم دولة، ولا يقيم عدلا، ولا ينصر مشروعا، ولا يستقطب ناسا ليتعاطفوا معه، إلا أنهم لا يتعلمون بالتجربة، لأن كل واحد فيهم متوهم أنه يفعل ما يؤدي به إلى الجنة، يقتل ويحرق ويخرب، ويتصور أن هذا طريقه إلى الجنة، لأنه رأسه حشي بأفكار للأسف موجودة في كتب صفراء تعاد طباعتها بشكل جارح وفاضح وبشكل واسع جدا، وياما دور نشر في العالم العربي حتى الناس لا علاقة لهم بهذا الفكر يقومون بنشر هذه الكتب بحثا عن الربح، وهذه الأفكار مستمرة طيلة الوقت. الخط الذي بدأ في القرن الثالث الهجري، الصراع بين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين ما سمي أهل الأثر أو أهل السنة والجماعة، ومستمر، يخرج أحيانا إلى الفكرة الجهادية والفكرة التكفيرية، وبعضه مستمر في طريق الدعوة، يعني لكنه يتجدد مستمر ويستمر إلى قيام الساعة. لا طبعا، ما احنا من زمان من التسعينات بنقول هذه الحركات اشبه بمرض السكر، يعني بتختفي مرض السكر ولا هتفضل بنفس مرض السكر لا شفاء منه، لكن الانسان اللي ممكن يتعامل بصرامة مع مرض السكر ممكن يسيطر عليه ويحاصره، زي بالضبط ما كان بيتعامل استاذ نجيب محفوظ، جاله السكر وعمره 45 سنة، عاش 50 سنة بعدها، يعني سنه 95 سنة، لدرجة ان الطبيب كان بيقول له انا دايما
أوبخ وأقرع مرضى السكر إن هم لا يلتزموا، أنت هوبخك عشان أنت التزامك زائد عن الحد. فهذه الجماعات أشبه بمرض السكر. بس بتفضل بنفس الوتيرة يعني؟ لا أهين، ده السؤال المهم. إمتى تقوى وإمتى تضعف؟ تقوى لما تجد الدولة ضعيفة، لما تجد السلطة السياسية لا شعبية لها، فتبدأ تستغل هذه المسألة وتجند عناصر كثيرة جدا وتنتشر داخل المجتمع ويصبح أنصارها بالألاف أو بعشرات الألاف أو بمئات الألاف، وبالتالي تستطيع أن تهدد الأمن القومي وتجد المدد وتجد العدة. إمتى أيضا تقوى؟ لما الدولة تبقى دولة ضعيفة وهشة ومستهدفة من الخارج، فتلعب هذه الجماعات دور حصان طروادة. الحصان الذي، فاكر أنت قصة حصان طروادة؟ هؤلاء الذين تسللوا داخل حصان الخشب حتى اقتحموا مدينة طروادة الحصينة واستطاعوا أن يسيطروا عليه. فهي نتيجة أنها بتطرح أفكار خارج حدود الوطن ولا تؤمن بالوطنية وتعتبر أن الوطن وسن وأن الوطنية وسنية، فهي طيلة الوقت يمكن أن تستقطب لحساب أطراف في الخارج سواء إقليمية أو دولية. حققوا لها أهدافها. حققوا لها أهدافها. وطول الوقت بتعتبر أن الأرض كلها مستباحة. يعني المجموعة التي ذهبت إلى مالي مثلا واستقطعت جزءا من الدولة المالية وأعلنت عليها إمارة قبل أن يستعيدها الجيش المالي والفرنسي، هل هم من مالي فقط؟ لا، مجموعات قادمة من كل شمال أفريقيا وكان فيهم مصريين وجايين من حتى من أماكن آسيوية. لما تعملي إمارة في الصومال تستقطب كل الجماعات الجهادية في أنحاء العالم، لما تعملي إمارة في العراق أو في جبال اليمن يأتون إليها من كل فج عميق لأنهم لا يؤمنون بفكرة الوطن ويحملون السلاح ويذهبون إلى أي مكان. هم منتمين لتنظيم والأفكار. الفكرة يعني مفيش انتماء للوطن. لا انتمون. طيب هرجع للنقطة اللي بدأنا بيها وهي المجتمع بقى لما يكون هو اللي في خصومة معهم هيستمروا بنفس الطريقة؟ لا، المجتمع في خصومة معهم مع الجماعة الإخوان بتبقى ظروفها أصعب، قدرتها على التجنيد طبعا قدرتها على التجنيد والحشد. شوفي بص، عشان بس نجيب من الآخر، مفيش أقوى في هذا البلد من شعبه وناسه. هذا البلد احتل سنة 3000 قبل الميلاد، أول احتلال يحدث لمصر من الساميين أو البدو كما يقال في كتب التاريخ، وخدوا الدلتا كلها والصعيد فقط الذي ظل حرا. جاؤوني من الجنوب، خد كل الفلاحين المتطوعين واستطاع أن يحرر الشمال ويطارد الساميين حتى حدود بلاد الشام. منذ هذه اللحظة والدولة المصرية مستهدفة طيلة التاريخ. الناس حين تحضر في المشهد خلف قيادة لا يستطيع أحد أن يكسرها. الذين نزلوا ضد حملة فريزر 1807 في رشيد وقاوموها بالأواني المطبخ وأجبروها على العودة لأن الناس هي اللي بتقاوم. المصريون حين شكلوا حركة مقاومة في حرب 73 وأيام حرب الاستنزاف إلى جانب الجيش، قاوموا أعتى الجيوش في العالم أيامها فرنسا وإنجلترا وإسرائيل في حرب 56 وبعدين في 73 أيضا ضد إسرائيل. المصريون حين خرجوا وعملوا بطولات عظيمة في شوارع مصر ضد الحملة الفرنسية في ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، وأجبروا نابليون بنابرت الجنرال الكبير ده أن لا يمكث إلا 3 سنوات فقط في مصر ثم تخرج الحملة الفرنسية كم ذليلة مكسورة جريحة، ودي كانت بداية انحصار. أنا عايز أقول لك أني طالما أن هذا الشعب متماسك والجيش والقيادة السياسية، احنا شايفين الجيش بينبت من الشعب، جيش اول وبشتاني الجيش بينبت من الشعب، ومن ثم طالما هذا الشعب قوي، طالما هذا الشعب متماسك، طالما الذي يقود دفة الامور في البلاد يرضى الشعب عنه ويضعه في عينيه ويعول عليه ويقف وراءه زي ما وقف ويبقى في كيان ورا جمال عبد الناصر، لا يمكن لاحد
أن يقصرك في هذا العالم. ودي اللحظة اللي بتعيشها مصر الآن، إن في شعب رغم كل عوامل التعرية والتخريب الذي جرت عليه إلا أنه في حالة تماسك شديد. هذه هي روح مصر اللي دايما نتكلم عنها، هذا هو فجر الضمير المصري، إن روح هذا الشعب أقوى ما فيه. أنا مرة اللي كان في لقاءاتنا مع المجلس العسكري في الفريق سامي عنان بيقول إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي هي متماسكة الآن. ده الكلام ده يمكن كان في يوليو أو في أغسطس 2011. قلت له هناك مؤسسة أوسع وأكبر وأعرق وأهم وأكثر تماسكا. قال لي إيه هي؟ قلت له روح الشعب المصري. لأن هي روح الشعب المصري لما تقف وراء الجيش ولا تقف وراء القيادة السياسية ولا تقف وراء من يدير دفة الأمور، لا يستطيع أحد على الإطلاق إن هو يقترب مننا. إذا كنا مستهدفين علينا أن نواجه هذا بالتماسك، علينا أن نواجه هذا لكن بشرط إن, إن, إن من يقود الأمور يكون عادلا، يكون محبوبا، يكون الشعب راضيا عنه. لو حصل هذا التواشج أو هذا التلاحم تأكدي تماما لا يستطيع أحد أن ينال منا. لا 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 يعني لا يأتيك الخطر إلا لما يجد لحظة ضعف، زي مثلا الحملة الفرنسية لما جت والشعب المصري كان ساخطا على المماليك أشد السخط، وكان ساخطا أيضا على الوالي العثماني أشد السخط، ومن ثم هو يستغل ذلك. ومن هنا جزء أصيل من الأمن القومي أن يكون الحاكم في مصر عادلا ومحبوبا، محبوبا طبعا أصيل من الأمن القومي. عبد الناصر كان مستهدفا لذاته ولشخصه، هزمت مصر في 67، لكن الشعب المصري بذكاء الفطري، وطبعا البعض بيقول لك كتمثيلية والاتحاد الاشتراكي، أنا قرأت روايات شخصية عن هذا الموضوع، منها رواية أستاذي الذي أثق فيه ورجل محترم جدا دكتور أحمد يوسف أحمد، لا يختلف عليه إسناد، إني لا المسألة كانت عفوية، لكن الشعب المصري أدرك أن هذه الهزيمة مقصود بها ناصر، في 56 مقصود ناصر بذاته، وحتى داخل اجتماع للضباط الأحرار حسين صلاح سالم قال له هكذا صراحة، هم يريدونك أنت يا جمال، يمكن أن تفتدي الوطن، يعني بمعنى أن جمال يستقيل وإحنا كلنا نروح نسلم نفسنا للسفارة البريطانية. جمال عبد الناصر راح الأزهر وخاطب المصريين، وطلعت صيحة الله أكبر من داخل الجامع الأزهر وترددت في كل أنحاء مصر. دخلنا حرب 56 رغم أن احنا كنا دولة لسه ضعيفة وهشة وعندناش إمكانيات ضد أعتى الجيوش، وقدرنا نصمت حتى لو دفعنا ثمن عسكري، لكن الثمن السياسي كان لصالحنا، وتأميم القناة تم كما أرادت الإرادة المصرية، ودي لأن الحاكم التف حوله الشعب. فالحاكم في مصر يعني دايما احنا نقول الامن القومي هو ان الناس تسكت، الامن القومي ان نعمل امن، ان الامن القومي ان في ناس لا، جزء اصيل من الامن القومي وهو المسكوت عنه في كل الجدال وكل النقاش والسجال الدائر هو ان يكون الحاكم عادلا ومحبوبا ومرضيا عنه. طيب انا اضرب لك مثل بسيط. طيب انا عشت في الامارات 4 سنين، اشتغلت هناك من 98 ل 2002. شفت الشعب الإماراتي قوامه مواطنين 500,000 بني آدم، بس كان عندي إحساس تام وعميق إن 500,000 دول ممكن يتحولوا إلى 500,000 مقاتل دفاعا عن الشيخ زايد، لأنه كانوا بيحبوه حب الأب وحب بشكل لا تتخيليه. الوعود بتلعب دور هنا دكتور عمار؟ نعم. الوعود اللي ممكن الحاكم يديها في بداية حكمه لما الشعب يكتشف إنها كلها خيالية وخرافية ممكن تحرك الشعب بشكل أسرع، سواء للفظ هذا الحاكم أو على صعيد تاني إذا كانت الوعود دي حقيقية وتم تنفيذها فعلا وحققت الأهداف المرجوة، الشعب يتحرك للدفاع عن والاستماتة، الشعب الحاكم الدفاع عن هذا الحاكم زي ما حضرتك ضربت مثل بالإمارات، الحاكم الذي يخدع شعبه هو أغبى حاكم. يمكن في السياسة الدولية يمارس الحاكم نوعا من الدهاء، أو الدولة نوع من المناورة والدهاء، والحرب خدعة في حالة الحرب. مشكلة جماعة الإخوان إنها منذ أن نشأت وحتى هذه اللحظة تتصور أنها في حالة حرب دائمة. وعلى فكرة هذه الفكرة مركزية عند كل الجماعات الإسلامية، وبالتالي أنت عارف الحكمة التي تقول كل شيء في الحرب والحب مباح
هو بالنسبة له كل شيء في الحرب مباح، ومن ثم يخدعك ويكذب عليك بدعوى أنه في حالة حرب والحرب خدعة طيلة الوقت، يخدع القوى السياسية ويخدع الشعب المصري. لكن وصل الأمر أنه ده غباء، يعني حالة حرب إيه وأنت تحكم الدولة؟ حرب حرب على شعبك وتعتقد أنه يتآمر عليك؟ وصل الأمر أن كل مصري شعر أنه قد استحمر، بتعبير علي شريعاتي بيتكلم عن الاستحمار، ان تم التعامل معه باعتباره شخصا لا يفهم، ومن الممكن ان يتم خداعه والضحك عليه واصطياده. وشعر المصريون بان ذكاءهم قد اهين، الذين وقفوا في الطوابير يعصرون الليمون، والذين قالوا او انطلع عليهم شعار قوتنا في وحدتنا، والذين انطلع عليهم قولوا أنني مرشح الثورة، كل هؤلاء في لحظة ما شعروا أنهم قد خدعوا. فكل إنسان بدأ يعني جزء من أصل الإخوان المسلمين مش عارفين، لأنه أنا بقولت لك بيحتقروا العلوم الإنسانية. لما أنت تدرسي في علم الثورات وتاريخ الثورات أكثر العناصر، الناس بتكلم على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الاستبداد السياسي، كل ده من العناصر، لكن أقوى العناصر هو العنصر النفسي. لا تقوم الثورة إلا إذا بلغ الغضب من السلطة مدى والإحباط والشعور. يعني إحنا مثلا اللحظة اللي رأينا فيها الحزب الوطني في لحظة استعلاء واستهتار بالشعب في بعد انتخابات المجلس الشعب المزورة بالكامل في 2010، دي كانت لحظة القطيعة. أنا يومها كنت في أحد البرامج التلفزيونية وقلت انتهى نظام مبارك في ديسمبر 2010، نتيجة إن حصل فجوة نفسية رهيبة، إن هذا الرجل الذي بدأ موظفا مع حسني مبارك يتحدث عن الشفافية ويقول الكفل ليس له جيوب ومعرف شيء، انتهى لتوريث ابنه، وانتهى في لحظة خطرسها لما قالوا له المجموعة شكلت البرلمان الشعبي اللي كان من 100 عضو، أنا كنت عضو فيه ضد البرلمان المزور، فقال لهم خليهم يتسلوا. أنا فاكر ميدان التحرير يعني ردينا عليه، وأنا فاكر قلت له ها نحن الآن نتسلى يا سيادة الرئيس، لكن نتسلى بك. ليه؟ لأن هو هذه الفجوة النفسية التي تحدث بين الحاكم وبين المحكوم هي التي تطلق الثورات. أكثر واحد كتب في ده الراجل العالم الفرنسي المهم جدا جوستاف لوبو، هو ركز على سيكولوجية الرأي العام أو سيكولوجية الجماهير من هذه الناحية، أن إني إن 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 تيجي طليعة ثورية رغبة في إسقاط الحكم، هذه الطليعة لا يمكن للقاعدة الشعبية أن تنضم إليها، ومن ثم يحدث التحول وإسقاط النظام. إلا ده اللي مش فاهمينه الإخوان دلوقتي. لا أنا عايز أكمل النقطة دي. الإخوان بيعملوا مظاهرات في الشارع، أنا عايزهم سيبكم من كتب الفقه، اقروا في علم النفس الاجتماعي شوية عشان تفهموا انتوا فين دلوقتي وضعكم فين. أو يشوفوا الناس. هم رهنوا على ان المظاهرات اللي بيعملوها لإشغال المسرح وملء الفراغ اللي بين فجوات بين الموجودين في الشارع عشان الكاميرات تصور ويظهرون للناس ان هناك جماهير غاضبة، اعتقدوا ان ده هيؤدي الى استقطاب قطاعات من الناس اليه، وبدأوا يرفعوا شعار اللي رفعناه يوم 28 يناير يا أهلينا انضموا لينا. لكن الناس لا تنضم لأنهم غير مدركين لحجم ومستوى وعمق وسمك الفجوة النفسية بينهم وبين جموع الشعب المصري. من يفهم هذا عليه إذا أراد أن يستمر على قيد الحياة الاجتماعية والسياسية كتنظيم أو كجماعة أو كأي شيء، إن هو يعيد النظر في كل الأفكار وفي كل الأدوار السابقة. طيب مدام حضرتك بتتكلم على الجزء النفسي، الصورة اللي معانا النهاردة من ميدان التحرير، معانا من جامعة الدول العربية، صورة بتقول إنه الشوارع هادئة، الحالة المرورية في سيولة، المواطنين عايشين حياتهم طبيعي، كل واحد نزل يشوف شغله، يعني خلاص يعني لا يبالوا بما يحدث في الشارع من مسيرات إلى آخره، زي ما بدأت الحلقة وقلت طالما هي سلمية أي علامات بترفع فيها ما فيهاش مشاكل إلا إذا ما ترتب عليها قطع طريق أو اشتباكات أو عنف. يعني الصور اللي معنا دلوقتي هي الآن من جامعة الدول العربية، هي الآن من ميدان التحرير، هي لا تريح البعض؟ هي بتحرك العامل النفسي اللي حضرتك تحدثت عنه أنه لا يمكن إغفاله، بتحرك هذا العامل النفسي لدى من ينظمون هذه المسيرات أو يمولوها؟
بالقطح. يعني هم يعني مثلا هم في فرق رهيب بين الرغبة والقدرة. أنا راغب في أن أحلق في السماء، لكن هل أنا قادر على ذلك؟ أنا بجسدي هكذا، أنا راغب بأن أصبح مثلا واحد عايز ياخد جائزة نوبل، واحد عايز يبقى رئيس الجمهورية. هل كل الرغبات قابلة للتحقق؟ لا. جماعة الإخوان قبل الجمعة الفائتة رفعت شعار جمعة إسقاط الإنقلاب حسب كلامهم. هذه الرغبة، دي الجمعة اللي بدت هزيلة وضعيفة وصدرت للعالم كله، لكن القدرة على ترجمة الرغبة إلى فعل في الواقع بدت ضعيفة. فدي بمرور الوقت بتتحول من عامل إيجابي إلى عامل سلبي. عارفة؟ عارفة الإخوان ارتكبوا أكبر خطأ في تاريخهم، وأفضل عملوا أفضل مكسب لخصومهم بوجودهم في رابعة والنهضة. ليه؟ هم اعتمدوا، ودوما عشان مش فاهمين ولا دارسين علوم إنسانية. اعتمدوا على إيه؟ أقولك، هم معتمدين طول الوقت على الإيهام، إني بيصدروا صورة للعالم كله وللمصريين إن إحنا ملايين، إن أعضاء الجماعة بالملايين، وكانوا يطلعوا بعض المختلفين معهم حتى من بعض الشباب اللي بيوظفوه في الفضائيات، يقول الجماعة 5 مليون، 5 ملايين عضو عام، ده غير المحبين والمتعاطفين، فإحنا مش عايزين حرب أهلية في البلد، وكانوا قصدين هذا الإهام دلس به على الغرب. قالوا للغرب أن وجودنا في الشارع بالملايين. أنا أول مرة، أنا شغال باحث عن الحركة الإسلامية من أول ما تخرجت من الجامعة. لا، هو الغرب بسهولة يعني يصدق أي كلام. أول مرة في حياتي وكالة رويتر كمصدر غربي أو أي وكالة تسألني عن العدد الحقيقي الأعضاء العاملين في جماعة الإخوان بعد اعتصام رابعة، بعد ما فات شهر على اعتصام رابعة، لأن هم بيكلموا، والتقرير اللي كتبته وكالة الأنباء الفرنسية يقولون نحن بالملايين في رابعة وفي شكيق، لكن الحقيقة أن الموجودين لا يزيدون عن عشرات الآلاف. فهو عمل، أنا كنت شايف هي مساحة رابعة يعني ما تستحملش. لا، مقصودش يعني فكرة الـ 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 الإهام اللي انت عشت فيه طول حياتك للغرب، أن انت عددك ضخم جدا وقادرة على بس الغرب يا دكتور بيصدقوا يعني بمزاجهم. لا لا لا، مش لا لا لا، الغرب يعني هو ممكن اي شيء يصدر للغرب يصدق. الغرب عنده معلومات رهيبه، لكنه لا يفهم روحنا. انا مره قلت لباحث امريكي، انتوا كنتوا تعرفوا ان العراقيين بيفطروا لحمه سمينه كمان؟ قال لي لا. قلت له طب كيف تحتلون شعبا لا تعرفون ان شعبه يفطر بلحم، يبدا يومه باللحم، اللي هي الروح، التاريخ، الجينات الحضاريه اللي موجودة تحت جلد كل واحد فينا. ما هو ده قصدي، يعني هو يعني يستند إلى معلومات. هقولك عنده. هو استند إلى المعلومات الخاصة، مش لأي تصريح يصدر، اللي خاصة بنتائج الانتخابات. أنا قابلت السفير الإيطالي من أسبوعين وسألني طيب أنتوا حجمهم، طب أنت هو، أنا طبعا قبل ثورة يناير أنا كنت أرفض كل الدعوات اللي من السفارات الأجنبية، لكن وجدت بعد البتاع نتيجة استهداف الدولة أن من واجبنا كل النشطاء والكتاب والمثقفين، منهم من ذهب إلى بروكسل، ومنهم من إذا سم يعني، وأنا يومها قرعته على موقف الغرب من وكلمته يعني رأسا برأس، وإن إحنا مفزوعين من حجم التناقض والفصام والانتهازية اللي موجودة في الموقف الغربي من الشعب المصري، وان انتوا مش قادرين تدركوا ان في شعب ممكن يبدع طريقته في الاحتجاج، وانتوا عايزين تلزمونا طول الوقت بالمصطلحات والتعريفات اللي انتوا وضعتوها للحركات والنشاطات السياسيه، ان فين الانقلاب وفين الثوره وفين وجيش علاقته بالسلطه، ولا تريدون على الاطلاق انكم تفهموا ان المصريين قادرين على الابداع، زي ما الفلسطينيين في لحظه ما ابدعوا فكره انتفاضه واجبروكم تدخلوها القاموس الغربي، ابرايزنج سميتوها انتفاضه، احنا قادرين برضو ان احنا نعمل الشكل اللي يليق بينا كمصريين ويعبر عن خصوصيتنا. فبقال لي طيب هم وجودهم وما اعرفش، طب اللي حصلوا على المقاعد دي كلها في البرلمان وحصلوا على الرقم ده في انتخابات الرئاسة، كان واضح الرد. قلت له انت نسيت ان في واحد اسمه حمدين صباحي لا عنده مال ولا تنظيم ولا حاجة وخد 5 ملايين صوت. قال لي صحيح. قلت له خدهم منين؟ من الخطاب، الخطاب الديني هو اللي جاب كل الجموع دي،
لكن ليس بالضرورة كل من صوت لجماعة الإخوان يتبنى أفكارها، بدليل أن السيدات التي طردن خيرة الشاطر في أمام إحدى اللجان كنا مختمرات لابسين خمار في إحدى اللجان الانتخابية، صحيح؟ لا، في أيام الاستفتاء على الدستور. في أيام الاستفتاء على الدستور، الاستفتاء على الدستور بتاع 2012 طردوه في اللجنة في مدينة نصر. فأنا عايز أقول إن الخطاب هو اللي جاب الجموع ده، لكن ليس بالضرورة أن هذا هو جمهوره. وكتبت مقالا عقب فوز الإخوان بأغلبية مقاعد البرلمان، كان في المصر اليوم، وقلت إياكم أن تتوهموا أن هذا تصويت على مشروعكم. لا، ده ما كانش تصويت على مشروعكم، ده تصويت ناس شافت أن أنتم ممكن تبقوا غير فاسدين، أو أنتم مع المجلس العسكري وقتها بتتكلموا على الاستقرار وجنب الجيش والناس بتثق شوية في الجيش، وبالتالي التصويت لكم تم على هذا الأساس عشان دوران عجلة الإنتاج كما قلتم، وليس تصويتا على مشروعكم. وإذا كان البعض متعاطف معكم من زاوية دينية، فللأسف الكثير من الممارسات التي حدثت والخطاب الذي جرى والأكاذيب التي مورست خلقت جفوة وفجوة بينكم وبين الناس. بشكر حضرتك الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور علي حسن على هذه القراءة التفصيلية لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين. مشاهدينا، بشكر حضراتكم على المتابعة، والتغطية الإخبارية لازالت مستمرة مع حضراتكم. بأذكر حضراتكم بالخبر الذي ورد لنا، أهم الأخبار اللي وردت لنا في هذه التغطية، وهو القبض واعتقال مصريين يعملون في المركز الثقافي المصري في غزة، ومصادرة بعض المعدات الموجودة في المركز الثقافي المصري في غزة. والخبر الذي جاء تعقيبا عليه هو من وزارة الخارجية المصرية، أنها استنكرت وبشدة ورفضت محاولات المساس بالمصالح المصرية التي يقوم بها أي فصيل لا يعبر عن مجمل الشعب الفلسطيني. كانت هذه أهم الأخبار التي وردت لنا في هذه التغطية الإخبارية. دكتور محمد سعيد محفوظ معكم في الفترة القادمة، بشكركم مرة تانية على المتابعة.